بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أحبتي في الله، السلام عليكم، مبروك عيدكم، وباش تمنيتم إن شاء الله الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اليوم إن شاء الله غادي ندير معكم واحد الروتين خفيف بالنسبة لي، واش كندير في الصباحية ديال العيد. وقبل هذا الشيء، اللي أول مرة غادي يدخل الفيديو ما ينساش يضغط على المربع الأحمر ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد إن شاء الله. وقال عز من قائل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا في كل شيء، فلا تشدد ولا تسيب ولا إفراط ولا تفريط ولا الطعام والشراب، في قوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ويقاس على الطعام والشراب كل ما ينتفع به الإنسان، والثروة البحرية والثروة الحيوانية والثروة المائية. وما ذلك إلا لأن الإسراف هو تجاوز للحدود واستعمال بنعم الله في غير مصلحة، وإهدارها والاستهانة بها مما يؤدي إلى قلتها وغلاء أسعارها. سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن باقي العشرة المبشرين بالجنة، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين. من بعد ما كملنا الخطبه والصلاه ديال العيد، المصلين كيخرجوا واحد المنظر رائع وجو رائع ما شاء الله. سبحان الله، حتى الحراره كانت في هذا اليوم هذا تاع العيد ما كانتش شي حراره مفرطه زعما، سبحان الله. الله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال ان شاء الله. من بعد ما جيت للدار ذبحوا الحولي، والولد هو اللي كان يسلخه ما شاء الله. وهنايا هانتوما تشوفوا الدواره والكبده وكل شيء على اساس باش نغسلها ان شاء الله. المهم غير بغيت مقتطفات بحال هكذا تشوفوا معايا واش الروتين ديال العيد كي كيدوز. هنا الراس ديال الحولي ما نكذبش عليكم، ما كنشوطوش في الدار، كنعاون الشباب يعني كنصيفط لبرا في الدروبه الا لاحظتوا، على ان الدروبه كيكون فيهم بحال هكذا الشباب كيشوطوا الريوس، وكنتساعدوا معاهم باش وفي الحقيقه كيخفوا علينا حتى حنا الحمل، الكثره اللي ما عندهاش اللي يعاونها في الدار. هنايا البولفاف والقلب، المهم داكشي اللي كنشويوه بحال هكذا على المجمر، هذه خلاص باينه كلشي العائلات المغربيه كيديروها. هنا بالنسبه للتقليه، التقليه ديالي انايا كندير لها بحال هكذا، كنت كنفوتها في شويه، ما كندير لا ما ولا هذه ولا هذه، كندير غير التقليه حتى كتطلق مع شويه ديال الخل، حتى كتطلق ديك الماء ديالها وكتحيد ديك الزفوره ديالها. كنصفيها نحيد داك نرمي داك الماء، كنطحن هنايا طحنت البصله والثومه والربيع الصبر والمعدنوس، طحنتهم في الروبو ورميتهم. المطيشه كان ما كانتش عندي المطيشه ديجا، كنت دايرها في كونجيلاتور محكوكه، وكان ما كانتش عندي غادي نحكها نديرها جديده مع زيت الزيتون. يعني راكم عارفين التقليه عاديه،
الملحه والعطريه ديالها، الملحه شويه، الفلفله كحله شويه، سكينجبير شويه، الفلفله حمراء والخرقوم والكمون وواحد المعلقه ديال السمن. درت واحد المعلقه ديال السمن، ما نسيت ما بينتهاش في الاخر، وشويه ديال الهريسه، يعني اللي يبغي يدير الهريسه يدير، اللي ما يبغيش ما يديرش. هنايا معلقه ديال الكمون صافي، كنقليها شويه وكندير لها غير شويه، كنرويها شويه كيجي الماء على قد عنيشان، وكتخليها تطيب على خاطرها. ها نتوما تشوفوا، ورميت معاها شويه حمص، ما كثرتش يعني غير شويه، لان راه باغي ناكلو التقليه الدواره كما كنقولوا حنا، ولا الكرشه، ما غاديش نديروها. ما انا كندير هنا حتى الريه هنا، من بعد ما طابت لي التقليه ديالي. في الحقيقه درت حتى البكبوكه، ولكن كنت درتها روطار وكنت كملت التصوير. هذه هي التقليه ديالي، نتمنى من الله يكون عجبكم هذا الروتين اللي كان خفيف ظريف، يعني غير باش تعيشوا معايا الاجواء ديال العيد. اللي اول مره غادي يدخل القناه ما ينساش يدير يضغط على المربع الاحمر ويفعل الجرس. والسلام عليكم.